ادي الميكروفون لادم خالد. احنا عارفين ان اطفالنا من 3 ل 6 سنين، ودي يعني كنا زمان بنسميها معجزه واللفظ ربما خطا شرعا، ما اصبحش غريب دلوقتي ان طفل 5 سنين زي ما هنشوف جنه وجودي وحفصه وادم يستطيع انه يقرا من المصحف ويقرا قراءه صحيحه وباحكام التجويد. لكن قبل ما نفتح المصحف لجودي والادم هنسمع الانشوده الجميله يا ختمه القران. الأول يا آدم عرفنا بنفسك والاسمك. آدم محمد عي. عندك كم سنة؟ 7.5. دخلت المدرسة يعني؟ طيب أنت ختمت القرآن؟ في الحضانة ولا في المدرسة؟ الحضانة. في الحضانة، وده اللي أصبح معتاد إن أطفالنا قبل دخول المدرسة بيختموا، ولكن ختمة تلاوة يعني ختمة قراءة، يعني من الناس للبقرة أو للفاتحة ومن الفاتحة للناس أكثر من ختمة. ولكن قبل ما نختبرهم محتاجين نشوف الأبيات الجميلة دي. تفضل يا آدم. يا ختمة القرآن جئت عظيمة بجهودك ومن ثبت الأركان، بدءا من الكتاب أول نبتة أورثت وأثمر عودها فرسان، حملوا على أكتافهم أحلامهم يبنون صرحا بالتقى مزدانا، لبنات اكتملت بحفظ كتابهم كالنور حين يتم بدر سمانا. يا ختمة القرآن أهلا مرحبا، أنا الأوان لتكمل البنيان، جهد تنو بالجبال تصدعا وتغيض منه قلوبنا عرفانا، من كل صوب جاء قلب خافق يستعزب الترتيل والإتقان، غرباء لكن قد تآلف جمعهم صاروا بنعمة ربهم إخوانا. يا رب أكرم من يعيش حياته لكتابك الوضع إلى يتوانى، يا منزل الوحي المبين توضلا ندعوك فاقبل يا كريم دعانا، اجعل كتابك بيننا نورا لنا أصلح به ما شاء من دنيانا، واحفظ به الأوطان واجمع شملنا فالشمل مزق والهوى أعيانا. بسم الله.